بنو أمية ويقال لهم بنو عبد شمس، لأن أمية اسمه أمية ابن عبد شمس. أمية في اللغة تصغير أمة، وعبد شمس النسبة إليها يقال عبشمي، قال الأول: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وعبد شمس هذا أخ لهاشم جد رسولنا صلى الله عليه وسلم، له ابن يقال له أمية، وإليه ينسب البيت الأموي. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد أن تنازل الحسن بن علي رضوان الله عنه وعن أبويه وعن إخوته عن الخلافة له، أسس كما يعرف تاريخيا بالدولة الأموية التي تورثها الفرع السفياني أولا ثم الفرع المرواني. لكننا نعود إلى أمية في زمن الجاهلية وزمن الإسلام، هذا الذي يعنينا. أبرز رجالاتها في قريش آنذاك، ونحن نتحدث عن بطون قريش في مكة، حرب ابن أمية. وكان حرب ابن أمية منازعا ومنادما في آن واحد لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهما منادمة وخلطة. إلا أن عبد المطلب كان له جار يهودي اسمه أذينة، وكان موسرا غنيا ثريا، وكان يتاجر بماله ويشاركه عبد المطلب في المال. فاغتاظ حرب بن أمية من هذا الأمر كله، فأغرى بعض فتيان وشباب بني عبد مناف أن يقتلوا الرجل اليهودي، فقتلوه. فمكث عبد المطلب دهرا متحيرا من الذي قتل جاره، فلما تبين له أن أولئك السفهاء هم الذين قتلوه، وأن الذي أغراهم وحثهم على القتل هو حرب بن أمية، تغالظ في الكلام حتى بلغ الأمر بهما إلى التنافر. التنافر في عالم الجاهلية الأول أن يختلف اثنان في المجد، فيذهبان إلى أحد الناس ذوي العقول فيحكم بينهما أيهما أعظم مجدا، أيهما أجل سؤددا. فذهب عبد المطلب وحرب بن أمية إلى النجاشي فأبى أن يحكم بينهما، وهذا من كمال عقله، لا يريد أن يدخل بينهما الشر، ولا أن يدخل في أمر لن يقبل أحدهما به. فذهب إلى نفيل ابن عبد العزة ابن عدي، وهذا أحد أجداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بني عدي، فجعل الأمر لعبد المطلب على حرب ابن أمية، لكن حربا لم يقبل، وقال كلمته الشهيرة يخاطب نفيل، قال: إن من انتكاس الزمان أن يصبح مثلك حكما، إن من انتكاس الزمان أن يصبح مثلك حكما. فزاد بذلك الفجوة ما بين حرب وبين عبد المطلب. ثم إن حربا خرج في البرية مع أمية بن أبي الصلت وجمع من رجالات قريش ومن حالفهم، وهناك وقعت له قصة غريبة مع الجن. انتهى بها الأمر إلى أن الجن تزعم أنها قتلت حرب ابن أمية، ثم إن الجن دفنته في مكان قفر لا أحد فيه. ويقال، وهذا ما زعموا والعلم عند الله كان هذا حقا أو إن لم يقع هذا، أن الجن قالت بيتا من الشعر تخبر فيه عن وفاة حرب ابن أمية، وهذا البيت يقولون إن أحدا لا يستطيع أن يقوله عدة مرات دون أن يخطئ فيه: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، يعني لا أحد فيه، وليس قرب قبر حرب قبر، أي لا توجد قبور حوله، لا يوجد أحد يسكن، ولا يوجد أحد يدفن، لا موتى ولا أحياء. هذا الذي أرادت الجن أن تقوله. هذا حرب بن أمية هو والد أبو سفيان، ووالد أبي سفيان صخر بن حرب. وأبو سفيان على ما كان فيه قبل أن يسلم كان سيدا مطاعا في قريش، وهو الذي استطاع أن يجمع الأحزاب لقتال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يرد في القرآن ذمه بعينه، لم يرد في القرآن ذمه بعينه، لما كتب الله عز وجل في الأزل أن آخر أمره سيكون إلى الإسلام. وكان سيد قريش يوم الأحزاب بلا منازع، وهو والد معاوية الصحابي المعروف الذي أسس دولة بني أمية.